فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في حديث أبي بكر رضي الله عنه، يقول ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ولا تعد، فما معنى وردت روايات لا تعد، هذا هو المشهور لا تعد، يعني لا تعد لأن تدخل أن تدخل في الصلاة قبل أن تصل إلى الصف، لا تعد لهذا، وهذا هو المشهور. وورد لا تعد، لا تعد يعني ليس عليك إعادة، هذا يكفي عنه أن الرسول ما أمره بالإعادة. وفي رواية لا تعدو يعني لا تسرع في المشي. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.